نبدأ نتعرف في الجزء التاني على الكود جافا ميل، ويمكن دي طريقة سهلة بالمقارنة لطرق تانية في إرسال واستقبال الإيميلات في الجافا. مبدئيا انت بتنزل الجافا ميل، هي بتبقى مجموعة ملفات جار. وايه يعني ايه ملفات الجار؟ ملفات الجار دي بتبقى زي الملفات الدي اللي كده في الويندوز، فيها اكواد جاهزة اقدر ان انا استخدمها في الكود بتاعي بدون ما اضطر ان انا اكون قاري الكود نفسه. يعني انا بستخدمها في حالتها الباينري بعد ما اتعمل لها كومبايل، لكن مش بستخدم السورس كود بتاعها. اذا انت عايز ترجع للهلب او تعرف وظيفة دالة معينة، عندك كذا طريقة. اول طريقة ان انت تخش على الاي بي اي دوكيومنتيشن لجافا ميل، ده الموقع بتاعه، او ان انت تدور على التوتوريالز معينة. في احدى التوتوريالز في موجوده في موقع اسمه جافا وورلد، دي مقدمه حلوه قوي للجافا ميل. هناخد منها مقدمه عن ايه هي اهم كلاسز اللي هنحتاجها في الجافا ميل. اول واحده اسمها سيشن. كلاس سيشن دي هي اللي بتدخلني في كل الدوال اللي هحتاجها بعد كده في الجافا ميل، هي الوسيط بيني وبين اي داله بعد كده هحتاجها. سيشن دي بعد ما نديها اقدر اوصل للبوب 3 او الاس ام تي بي او اي بروتوكول انت عايزه موجود في الجافا ميل. لما تيجي تسترجع بيانات من البوب 3 مثلا، هتحتاج كلاس اسمها ستور، دي اللي كانها الاستورج او المساحه التخزينيه اللي موجوده ليك في الانبوكس بتاعك. كلاس ترانسبورت دي بتمكنني ان انا ابعت رساله، ودي هحتاجها في الاس ام تي بي. كلاس فولدر ودي بتتعاون مع كلاس ستور في ان انا الايميل عندي ما بيبقاش فولدر واحد وبس، لا ده ممكن من جوه متقسم كذا فولدر تاني، فكل فولدر بمثله بالكلاس دي. الكلاس مسج نفسها سواء ان انا هبعتها او هستقبلها، ففي الحالتين بياناتها بتبقى موجودة هنا في الكلاس دي. في مجموعة خطوات عامة انت ممكن تتعامل معاها لأي ايميل. من اهم الخطوات دي ان انت بتعمل اوبجكت من نوع بروبرتيز. بروبرتيز دي كلاس بخزن فيها اعدادات الايميل اللي عندي، مكانه، اليوزر نيم، الباسورد. ودي شبيهة للشاشة اللي كان الثاندر بيرد بيعرضها لنا لما نيجي ندخل بيانات الاكونت الاولاني او التاني. فدي اذا انا بكود الجافا عايز اعمل ما يماثل ده، فبحتاج كلاس بروبرتيز. وبعد ما املأ البروبرتيز بمجموعة قيم هنشوفها بعد شوية، بدي البروبرتيز دي لدالة get default instance اللي في كلاس سيشن، ودي اللي بتديني اوبجكت بيمثل لي الدوال والبروتوكولز المدعمة اللي اقدر اتعامل معاها فيما بعد. طيب عايز تبعت رسالة معينة، بتجهز الرسالة دي في مجموعة خطوات هنشوفها بعد شوية، وبعدين بتعمل اوبجكت من نوع ترانسبورت، وبعدين بتقول له connect وسند ايميل. طيب نتكلم بالتفصيل اكتر على ارسال ايميلات، ودي اكتر هتحتاج فيها مجموعة كلاسز قلناها من شوية. لكن ايه القيم اللي هحطها في البروبرتيز عندك وانت بتجهز السيشن؟ في كذا بروبرتي مهمين. في بروبرتي اسمها ميل دوت اس ام تي بي دوت هوست، ده اسم البروبرتي. كوميتها ايه؟ بيبقى عنوان السيرفر اللي انت هتشتغل عليه. في الاول هيبقى عنوانه مثلا لوكال هوست، اذا انت بتشتغل على سيرفر حقيقي فانت بتتكلم على ياهو او جيميل. طيب الميل اس ام تي بي بورت، احنا نعرف ان الاس ام تي بي الطبيعي بتاعه بورت 25، ولكن مش كل الايميل سيرفرز المشهوره بتشتغل على البورت ده. يعني الياهو مثلا او جيميل بيشتغل على بورت مختلف، فانت مش دايما شغال على بورت 25. فاذا انت عايز تحدد رقم بورت مختلف بتحدده بالخاصيه دي. نفس الكلام اذا عندك يوزر نيم وباسورد معين، فانت كده ممكن تحتاج الاثنتيكيشن ميل تو اس ام دي بي دوت اثنتيكيشن. الباسورد الاثنتيكيشن هنا ليها كذا شكل. في شكل ان انا ادي الباسورد كبلين تكست غير مشفره، وده طبعا مش امن بشكل كفايه. وفي شكل تاني ان انا بستخدم الجوريثم اسمه تي ال اس او الجوريثم مشابه اسمه اس اس ال. الاثنين دول طرق تشفير، فيمكن التي ال اس بيبقى افضل شويه.
اكثر امانا شويه عن الاس اس ال 3. فاذا انت هتديله قيم معينه فبتتعامل بالخاصيه دي اس ام تي بي ستارت تي ال اس دوت انيبل، وتدي بقى اسم اليوزر بتاعك وتدي الباسورد بتاعتك. اذا انت هتدي قيم هنا، معذره، اذا انت هتدي قيم للخواص اللي فاتت اللي احنا قلنا عليهم، فمجرد بس ان انت بتيجي هنا تقول له انا عايز اعمل اوبجكت، الاوبجكت ده محطوط فيه في البروبرتس بتاعته بروبرتس دوت نيو بروبرتي، وهقول هنا كذا سطر كل قيمة من السطور اللي فاتت هديها قيمتها هنا. يعني هنا مثلا بروبرتس دوت بوت الخاصية اللي اسمها هوست تبقى قيمتها كذا، الخاصية اللي اسمها بورت قيمتها مثلا رقم معين، الخاصية الاوثنتيكيشن الخاصية اسمها كذا كذا كذا، وديها القيم بتاعتها. ويمكن دي وسيلة كويسة ان انت تتعامل بشكل سهل شوية مع اعدادات الايميل. طب ده وانا ببعت وانا بستقبل في مجموعة خاصة مشابهة، ميل دوت بوب 3 دوت هوست، ميل بوب 3 دوت بورت، يوزر نيم والباسورد، وتديها برضو قيم وتحطها في بروبرتيز وتستخدمها لما تعوز تشتغل بيها. في بعض الخواص الاختيارية ده حسب البروتوكول اللي بتشتغل عليه، لكن مش هنتكلم عليها قوي، فيمكن دي الخطوات الأساسية اللي احنا عايزين نتكلم عليها. طيب نبدأ نشوف الكود. أول خطوة إن أنت بتعمل مشروع جديد وتيجي تضيف فيه ملفات الجار الخاصة بالجافا ميل. إزاي أضيف ملفات الجار الخاصة بالجافا ميل؟ بعمل كليك يمين على اسم المشروع، أقول له build path add external archive اللي هي ملفات الجار. يعني تروح المكان اللي انت حاطط فيه ملفات الجار تختارهم كلهم وتقول له open. انا كنت ضايفهم قبل كده فهم موجودين عندي، هتلاقي فيه تبويب عندك اسمه reference libraries. كخطوة اختيارية يعني انت ممكن تعملها او ما تعملهاش، ممكن تعمل كليك يمين تختار properties، اذا انت عايز لما تقف على اسم دالة معينة في الإكليبس من دوال الجافا ميل يظهر لك الوظيفة بتاعتها ايه، بتقف على جافا دوت دوت لوكيشن لكل ملف جار عندك وتحط له في المسار بتاعه مسار الـ API الموقع اللي شفناه من شوية في البراوزر اللي كان بيقول وظيفة الدولة عندك. بتعمل apply، بتعمل نفس الكلام في معظم او في كل الجارات التانية. اول مثال هنتكلم عليه النهارده اللي هو المثال بيخليني اقدر ابعت ايميل. اول خطوه بعمل بروبرتيز احط فيها الخواص الاساسيه اللي عندي، ويمكن النهارده اكونتات اللوكال هوست اللي احنا شغالين عليها ما فيش فيها سيكيورتي عاليه قوي، ف احيانا في الايميل سيرفر اذا انت عامله بدون سيكيورتي عالي ممكن يبعت من غير ما يبقى فيه يوزر نيم وباسورد كاملين. يعني ممكن تديله بس اسم اليوزر نيم اللي انت بتبعت منه، وممكن حتى ما يبقاش يوزر نيم يعني فعلي، لكن ممكن ما تديلوش باسورد. وفي ايميلات موجودة بالشكل ده ويمكن يعني ما هيش ايميلات ما هيش ايميلات قوية آمنة قوي، لكن الطريقة البسيطة بتاعتنا في الاول هتبقى بدون باسورد. مجرد بس انا بعمل بروبرتيز واديله اسم السيرفر اللي هشتغل عليه، سواء ان انا هديها زي المثال اللي كان في الكتاب اللي هو بالخاصيه دي يمكن ما هياش ستاندرد قوي، او ان انا اديها له كده ميل اس ام تي بي دوت هوست. بعد ما بديله البروبرتيز بتاعتي ببدا ان انا اقول له اعمل اوبجكت من نوع سيشن يمكنني ان انا اقدر اتعامل مع بقيه كلاسز الجافا ميل بعد كده. جود ديفولت انستنس بديله البروبرتيز اللي انا حضرتها من شويه، وادي له نل في الاوثنتيكيشن ان انا مش محتاج ادي لك يوزر نيم وباسورد معينه، ودي اللي كنت بقول لك ان هي مش امان قوي، مش كويسه قوي كسيرفر حقيقي، لكن هي كويسه كسيرفر تجريبي كده بجرب فيه شغلي مع نفسي. الرساله اللي عندي هيبقى نوعها مايم مسج. مايم مسج دي لما نبص على الانهيرتنس بتاعها هي ورثه من كلاس مسج موجوده في الجافا ميل، وهي في منها كذا نوع من جوه اي ماب وبوكس و اس ام تي بي، فهي كلاس عامه تقدر ان انت تبعتها او حتى تستقبلها لما نيجي البرنامج الاستقبال بعد.
الاوبجكت التاني اللي هو انترنت ادرس، ده اللي الجافا ميل عاملاه بحيث ان انت تحط فيها اي عنوان هتبعت او هتستقبل عليه. استخدمناها كذا مرة في الفروم اللي هو هبعت من مين، وتلاحظوا هنا ان فروم دي المفروض كنت احطها في الاساس في الاثنتيكيشن هنا زي ما هنشوف في مثال للياهو وجيميل بعد شوية. التو اللي هو انا ببعت لمين، الانظر اللي هو انت هتبعت للكربون كوبي ولا لا، واحنا هنا في الانظر حطينا نفس ايميلنا بحيث ان احنا نجرب الرسالة زي ما توصل للاكونت التاني توصل لي انا كمان من باب التجربة فقط. مهم خانة التو عندك هنا تبقى عارف تستخدمها ازاي، هي مسج دوت ريسيبيانت تايب دوت تو، وفي الفروم انت تقول في المسج برضو بتاعتك دوت سيت فروم واسم الاي نت انترنت ادرس اللي انت عملته. الرسالة بتاعتك بيبقى ليها سبجكت زي ما كنا كتبنا في سنتر بيرد، في السبجكت ده اللي هو عنوان الرسالة او التايتل بالنسبة لك. المسج نفسها التكست اللي جواها نفترض ان هي كلمة this is text email for months. في بقى عندك حاجتين، هل الرسالة باتاتشمنت ولا من غير اتاتشمنت. اذا كانت باتاتشمنت فانت بتيجي هنا تعمل اوبجكت من نوع فايل تشوزر مثلا، تختار منه الملف اللي انت عايز تعمل اتاتشمنت، وبعدين ان انت بتقسم الرسالة بتاعتك لكذا جزء، كل جزء بسميه مايم بادي بارت. الكلام اللي انت هتكتبه جوه الرسالة في حد ذاته ده بارت نمرة واحد، الاتاتشمنت الاولاني ده البارت تاني، اتاتشمنت فايل تاني يبقى ده البارت نمرة تلاتة، وهكذا. فيبقى الكلام الفايل الفايل اللي بعده الفايل اللي بعده كل واحد من دول بارت، وبجمعهم في حاجة اسمها جروب. طيب دي رسالة من الفيرست ميل ادرس عندنا، نرجع تاني. فكنا بنقول ان احنا عندنا كذا جروب وكل عندنا كذا بارت وكل بارت بيتضاف في جروب معين. طب نشوف احنا عملنا ايه هنا. انا عايز ابعت رسالة وفيها اتاتشمنت الفايل معين، الرسالة الجزء منها الاولاني كلمة this is text email، والجزء التاني هيبقى فايل معين عايز اعمله اتاتشمنت. بتروح انت عندك اول اوبجكت اول بارت بتعرفه، بعدين تقول له set text اللي هو الرسالة بتاعتك. البارت التاني اللي هيبقى فيه فايل اللي انت هتعمله اتاتشمنت برضو بتعرفه ماين بادي بارت، وبعدين بتقول له اتاتش فايل وتدي له مسار الفايل اللي على جهازك اللي انت هتعمله اتاتشمنت، وبعدين بتعمل مالتي بارت جروب. الجروب دي هتجمع البارتين اللي فاتوا اللي هو الرسالة والاتاتشمنت بتاعها، وتضيف البارت الاولاني وتضيف البارت التاني، وبعدين تعمل سيت كونتنت للرسالة بتاعتك. ده اذا انا عندي اتاتشمنت. طب اذا ما عنديش اتاتشمنت يبقى الرسالة كلها جزء واحد، كل ما هناك بس هقول له سيت تكست مش سيت كونتنت، سيت تكست للرسالة اللي انت هتبعتها، وفي الحالتين تبعت الرسالة بتاعتك. طيب تعالوا نجرب نبعت رسالتين، مرة باتاتشمنت ومرة من غير اتاتشمنت. هنعمل رن، بيظهر لي هنا ان انت تختار صورة معينة في المسار عندك. انا هختار صورة اي صورة او اي فايل عندي، هختار صورة اقول له اد. بعد ما بيخلص البرنامج هيقول لي ان هو تم ارسال الرسالة بنجاح. طيب انا كده جربت الحالة الاولى ان انا بعت رسالة باتاتشمنت، اجرب حالة تانية ان انا ابعت رسالة من غير اتاتشمنت. الكود بتاعنا لما بتضغط كنسل بيبعت رسالة عادية جدا كده بعتها. طيب لما نروح في السنتر بيرد واقول له جيت ايميل، هنا بيقول لي ان الشخص بيستقبل رسالتين، واحدة اسمها تيست واحد وباتاتشمنت والتانية من غير اتاتشمنت. طب نفتح الرسالة الاولى. الرسالة الاولى ادي كلمة this is text ايميل فور مانس، وده البارت الاولاني فيها فعلا. البارت التاني كان صورة موجودة معاها اتاتشت. الرسالة التانية اللي بعتناها من غير اتاتشمنت كانت مجرد بس سطر واحد وخلاص وانتهى. انت كده دلوقتي قدرت تبعت ايميل وتشوفه بالسندر بيرد. طب اذا انا عايز استقبل الايميل ده نفسه، ده الجزء التاني،